مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بحضراتكم. مستمرون في عرض فقرات هذا الصباح، وصلنا الى فقره الصحافه واللي بنتناول بها بالقراءه والتحليل اهم العناوين والمنشطات في صحف النهارده. ويسعدني ان يكون معي في هذه الفقره الدكتور احمد عفيفي، الكاتب الصحفي بمجله اكتوبر. اهلا بك دكتور احمد. اهلا استاذ محمد، اهلا بيك، ونبارك لحضرتك ونبارك لكل المصريين بقرب افتتاح قناه السويس. واجب علينا كلنا ان احنا نسعد ونهنئ الشعب المصري العظيم بقرب، يعني ساعات قليله تفصلنا عن حفل الافتتاح الخميس المقبل باذن الله، فنهنئ الشعب المصري العظيم بهذا الحدث العظيم الحقيقه. طيب بنبدا مع حضرتك من جريده الاهرام، قناه السويس هو حديث مصر والعالم ايضا، جيش مصري يؤمن فرحه المصريين، مميش للاهرام بيقول مشروع تنميه القناه يوفر مليون فرصه عمل، وحفل الافتتاح سيكون مصريا خالصا. يعني تقريبا النهارده هيتم الانتهاء من كافه الاستعدادات الخاصه بحفل الافتتاح، وايضا القوات الامنيه اعلنت انها اتمت الاستعدادات الخاصه بتامين حفل الافتتاح سواء كانت قوات شرطيه او قوات من الجيش المصري. يمكن من يومين يا استاذ محمد سياده الرئيس السيسي اجتمع مع مجلس الدفاع الوطني. صحيح. اللي بيضم وزير الدفاع ووزير الداخليه ووزير الماليه ووزير الخارجيه، رئيس اركان حرب القوات المسلحه، مدير المخابرات العامه، مدير المخابرات الحربيه، بيؤكد عليهم الالتزام بمعايير التامين. فالنهارده ده بيتم على ارض الواقع، لان مهم جدا، لان عند حضرتك رؤساء دول، عندك ملوك، عندك صوره هترسل، فلا بد ان تكون هناك معايير دقيقه في تامين هذا الحفل. فالنهارده رجال القوات المسلحه وخاصه الجيش الثاني والثالث بيطلعوا بمهامهم وبيامنوا القناه في شكلها الجديد، يمين ويسار ويمين ويسار التفريعه والقناه الاصليه، بحيث ان يبقى في تامين كامل لحفل الافتتاح عشان يمر بسلام ان شاء الله. لا وصحيح، من يوم ما بداوا حفر القناه الجديده وهناك ايضا تامين مكثف من قبل قوات الجيش وقوات الشرطه، ولكن زاد هذا التامين في الايام الاخيره، الايام اللي سبقت الاحتفال او التي تسبق الاحتفال حاليا، زي ما احنا شايفين عدد كبير من القوات الشرطيه وعدد كبير ايضا من قوات الجيش هتشارك في هذا الحفل. عندنا عدد كبير من الوفود اعلنوا انهم هيجوا، علشان كده عدد كبير من القوات زي ما قلت لحضرتك هم بيامنوا الوفود. هي اذا كانت الامور طبيعيه يا استاذ محمد فبيبقى هناك تامين، اما اذا كان هناك حدث جلل مثل افتتاح حفل قناه السويس فبيبقى في استنفار امني، وده اللي حادث على ارض الواقع. صحيح. في من قوات القوات المسلحه سواء الجيش الثاني او الثالث بالتعاون مع الشرطه المدنيه، ولكن سياده الفريق مميش بيؤكد ان هذا المشروع سيوفر مليون فرصه عمل ان شاء الله بعد الانتهاء مباشره من اجراءات الحفل، هتبدا فكره الاستفاده بقى من قناه السويس. انا عايز اسال حضرتك في النقطه دي، لان عدد كبير يعني من الشباب بيتكلم في النقطه دي، هل سيتم توفير المليون فرصه عمل يعني فورا او فور الانتهاء من الاحتفال بقناه السويس الجديده، ولا على المدى البعيد، ولا في خلال السنوات المقبله؟ يعني مليون فرصه عمل هو رقم كبير هيحل ازمه عدد كبير من الشباب العاطلين في مصر. مش من المنطقي ان احنا نقول هيبقى اول ما هنخلص قناه السويس هيبقى في مليون فرصه عمل. هي النقطه دي عايزه توضيح، ولكن هيبقى تباعا هيتم توفير فرص عمل، وخاصة مع فتح أفاق جديدة للاستثمار. صحيح. في كافة المجالات، من خلال تطوير الموانئ، من خلال عمل المصانع، من خلال زيادة الرقعة الزراعية على ضفاف القناة، من خلال المدن الترفيهية والسياحية التي ستنشأ، كل دي هتوفر فرص عمل جديدة لشبابنا إن شاء الله في المرحلة الجاية، وسنصل في النهاية إلى مليون فرصة عمل. طيب أنا عايز أرجع مع حضرتك لحفل الافتتاح. الفريق مهم مش قال إن هو يبدأ باستقلال الرئيس عبد الفتاح السيسي سفينة المحروسة في عرض بحري، وأمامها وخلفها وحدات بحرية مختلفة بالتزامن مع انطلاق عروض جوية ضخمة تضم طائرات الرافال وإف 16. احنا عارفين طائرات الرافال والإف 16 انضموا لسلاح الجو المصري مؤخرا، هيشاركوا أيضا في هذا الاحتفال. مفيش مصري وطني أصيل مش عايز أن هذا الحفل يكون في أبهى صور، وعشان نرسل العديد من الرسائل للعالم أن مصر آمنة وبخير. سيادة الفريق مميش رئيس هيئة قناة السويس بيؤكد أن هيبقى في 30 منصة هيتوسطهم المنصة الرئيسية اللي هيبقى فيها موجود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيوفه من الملوك ورؤساء الدول. البعض المنصات هتضم أسر الشهداء، الفنانين، المثقفين،
مثقفين، لاعبي كرة القدم، ممثلي للشعب، فده مهم جدا ان يبقى افتتاح يضم كل اطياف المجتمع المصري. فهيبدأ الحفل بأن السيد الرئيس هيبقى موجود في السفينة بتاعت المحروسة، وهيبقى قدامه قطع بحرية، وهيبقى فيه بروتوكول للحفل بيتماشى مع قوانين البحرية العالمية، بحيث أن لما هنصل إلى نقطة الذات أو النقطة أمام المنصة هيبقى في دخول لاستعراض حرس الشرف والسلام الوطني المصري. لا، وانا عايز اكمل لحضرتك كمان النقطه اللي قالها الفريق مهاب مميش بخصوص حفل الافتتاح. قال انه عند وصول المحروسه لنقطه الوصول سوف يتم اصطحاب، او الرئيس السيسي سيصطحب الملوك والرؤساء الى المنصه الرئيسيه، ويتم عزف السلام الجمهوري، ويتم استعراض حرس الشرف، ليبدا الاحتفال بعرض فيلم وثائقي حول حفر قناه السويس حتى مرور اول سفينه. يعني هو احتفال بالفعل ضخم زي ما بيقول عدد كبير من المحللين. قالوا ان هو سيكون افتتاح ضخم سوف يبهر العالم. ولكن الجميل يا استاذ محمد انه بكوادر مصريه خالصه، صحيح صحيح. سواء كوادر فنيه او كوادر اعلاميه او كوادر تنظيميه او كوادر تامينيه، فده ان دل على شيء يدل على ان مصر بخير وبها كوادر قادره على فعل كل شيء في هذه المرحله. طيب، لسه في احتفالات قناه السويس، ولكن نروح للمصري اليوم. السيسي مع ممثلي الشعب داخل المحروسه في افتتاح القناه. مميش بيقول مش هنسمح لضفر واحد يتكسر، والعالم بيقيس مصر وامنها في 6 اغسطس. يعني اجتماع الرئيس السيسي مؤخرا اقترح بان يكون معاه في سفينه المحروسه عدد من ممثلي الشعب المصري او عدد من اطياف الشعب المصري، وده بيدرس وبيتم انتقاء عدد من الاسر الشهداء، عدد من الممثلين عن الشعب المصري، ويكون مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في يخت المحروسه. من حق أطياف الشعب أن تكون موجودة في هذا الحدث، لأن قناة السويس، أنا يمكن لسه كاتب مقالة في جريدة الجمهورية، هي التقاء إرادة القيادة السياسية مع إرادة الشعب المصري. صحيح. فقناة السويس هي إرادة الشعب المصري، فيجب علينا أن نكرم المصريين ويبقوا متواجدين مع السيد الرئيس في هذا الحفل المهيب. طيب، العالم يقيس مصر وأبنها في 6 أغسطس، العالم كله ينظر إلى مصر في هذا اليوم العظيم. أيضا يعني التأمين احنا اتكلمنا عليه، ولكن عدد كبير من الصحف العالمية تحدثت عن حفل افتتاح قناة السويس. حضرتك عالميا شايف الصحف العالمية، شايف نظرة يعني المجتمع الغربي والمجتمع الأمريكي والمجتمع الأوروبي لهذه الاحتفالية ازاي؟ محمد بيه، لما يبقى عند حضرتك إرهاب موجود في سيناء، في شمال سيناء، لما يبقى عندك العديد من الحوادث الفردية الماجنة اللي موجودة في الداخل، وتقدر تأمن حفل بهذا الحجم في وجود رؤساء وملوك العديد من الدول العالم، فده إن دل على شيء يدل على أن مصر آمنة وبخير، وأن قواتها المسلحة والشرطة المدنية قادرة على أنها تحمي مقدرات هذا الوطن، فهي صحيح. رسالة قوية بتستعيد مصر هيبتها من خلاله. طيب، نروح للحدث الأبرز الثاني، ولكن من جريدة الشروق. الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي، اتفاق على مواجهة الإرهاب وخلاف حول ملف حقوق الإنسان. السيسي يتلقى رسالة من أوباما ويؤكد لكير الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام. يعني 6 سنوات كانت متوقفة الحوار الاستراتيجي بين مصر وأمريكا، والآن عادت مرة أخرى بقدوم جون كيري وزير الخارجية الأمريكي إلى مصر، والتقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا بالسامح شكري وزير الخارجية المصري. حضرتك شايف عودة الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي إزاي؟ أستاذ محمد، قناة السويس تعني 3 نقاط أساسية بالنسبة لي الحقيقة وبالنسبة للمصريين كلهم. تعزيز موقع مصر الاستراتيجي، بمعنى إيه؟ بمعنى أن كل القوى العالمية بما فيها أمريكا ستسعى وستتنافس عشان تعيد صياغة علاقاتها الدولية مع مصر، لأن وجود هذا الممر ومرور 15% من حجم التجارة العالمية بعد شكلها الجديد هيخلي كل الدول تتنافس عشان تعيد صياغتها الدولية مع مصر، وده اللي حصل بالفعل، وأمريكا بتبادر بهذا الأمر وبتعمل. يعني حضرتك شايف توقيت الزيارة مرتبط بقرب افتتاح قناة السويس؟ ده أنا بأكد ده، ويمكن أنا قايل الكلام ده من 6 شهور. أنت بتعزز موقعك الاستراتيجي، وده هيخلي كل القوى العالمية هي التي تسعى أن مصر تفضل كيان واحد قوي عشان تؤمن هذا الممر المائي.
عشان تحفظه وتحفظ التجارة العالمية اللي بتمر منه. تتوقع في اتفاق بين مصر وأمريكا في الفترة المقبلة على مواجهة الإرهاب، خاصة الإرهاب اللي موجود على الحدود الليبية مع مصر وأيضا في الجنوب؟ يعني حضرتك شايف أن هيكون في تعزيزات من العلاقات الثنائية بين مصر وأمريكا بشأن الإرهاب ومكافحة الإرهاب؟ هو مش عايز يساعدك يا أستاذ محمد عشان أنت قريبه، لا، ده هو عايز يساعدك في إطار المصلحة المشتركة للبلدين. هتأمن الممر المائي حضرتك، هيساعدك، هيديك طيارات F-16، هيديك الأباتشي، هيديك أسلحة متطورة عشان تجابه الإرهاب، مش عشان تتخلص من الإرهاب كدولة، لا، عشان تتخلص من الإرهاب لصالح الحفاظ على أمن هذا الممر المائي. الخطوة الثانية يا أستاذ محمد من قناة السويس أنك بتجهد الفكر الصهيوني في إقامة قناة تآمرية موازية، فأنت بتنهي هذا الحلم تماما. الحاجة الثالثة من قناة السويس الاستثمار، فتح آفاق جديدة للاستثمار وفتح طاقة نور لشبابنا في المستقبل، فأتمنى أن الثلاث أهداف يتحققوا على أرض الواقع بمنتهى القوة إن شاء الله. تذكر نقطة في الجزئية دي، ملف حقوق الإنسان، يعني هناك عدة نقاط يعني علق عليها الجانب الأمريكي بخصوص ملف حقوق الإنسان. هم شايفين إيه أبرز المعوقات في ملف حقوق الإنسان؟ يعني عايزين نعرف هم شايفين إيه المشكلة فيه. هو دايما بيبقى عندهم زي ما حضرتك، القرار الأمريكي ما بيبقاش من الرئاسة بس أو من الكونجرس بس، أو لا، هم بيوجدوا بيعملوا أدوار مختلفة، فهو بيحاولوا يناقشوا مع السيد الرئيس فكرة حقوق الإنسان في مصر، وإن هم يقولوا إن في اعتداءات صارخة وغيره وغيره، ولكن إحنا بنأكد أن مصر دولة مؤسسات، هناك قضاء وأحكام قضائية بتحترم، وده اللي أكد عليه السفير سامح شكري. والدليل على كده يا أستاذ محمد إن إحنا ما عندناش أحكام يعني جزافية بتتاخد، لا، ده في درجات للتقاضي، والدليل على كده إن في درجة واثنين وثلاثة للتقاضي، فده إن دل على شيء يدل على إن مصر بتسير في الطريق السليم وبترسخ فكرة الديمقراطية. وبنقول لأمريكا إحنا عايزين نتعامل في الفترة اللي جاية إذا ما أردنا إن إحنا نحسن العلاقات في إطار المصلحة المشتركة، إن إحنا يعني ميزان الاحترام بين الدولتين يكون قائم، نحترم بعض ونتعامل في إطار الندية. طيب نروح مع حضرتك دكتور أحمد لجريدة الأخبار محلة، بيقول 2.4 مليار جنيه لمشروعات الصرف الصحة العام الحالي، وهاني أدري وزير المالية بيقول الخدمة المدنية مهمة لاستقرار الاقتصاد وإيرادات الدولة لا تكفي الأجور. أستاذ محمد أنا الحقيقة يعني المشروعات التنموية التي بدأتها الحكومة منذ فترة مستمرة فيها، ووصلوا لمشروعات الصرف الصحي اللي عايزين يعملوها، أو المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة عاوز يعملها أو يكثفها في القرى الأكثر احتياجا والقرى الفقيرة. معالي رئيس الوزراء إبراهيم محلب يستمر في أداء مهامه المحترمة لخدمة هذا الشعب، بيخصصوا حوالي 2 مليار جنيه عشان الصرف الصحي، ولكن الحقيقة تصريح معالي وزير المالية يعني أنا بتحفظ عليه الحقيقة، لأن إحنا في مرحلة دلوقتي بنقول للعالم إن مصر بتقوم، إن بندور عجلة العمل والإنتاج، بنعمل قناة السويس، بنبعث رسائل متعددة للعالم، ما يطلعش تصريح يقول لي الدولة لا تستطيع أن تؤدي الأجور للعاملين. يعني لابد أن يكون هناك حس سياسي في التصريحات، وخاصة من كبار رجال الدولة، فأرجو أن ده يتراعى. يعني هو كمان الوزير قال أن جملة الإيرادات العامة التي تحصلها الدولة لا تتجاوز مستوى 422 مليار جنيه ولا تغطي الأجور وفوائد الدين العام. يعني ده التصريح نصا اللي قاله الوزير هاني قادر وزير المالية بخصوص تلك النقطة. سيدي الفاضل، الشفافية مطلوبة، ولكن اختيار التوقيت اللي حضرتك تقول فيه التصريح ده مهم جدا، عشان كده أرجو من معالي وزير المالية والسادة المسؤولين أن هم يراعوا تصريحاتهم في هذا الوقت، لأن كل أنظار العالم بتتجه إليك الآن، فيجب أن تكون شكل وصورة المصريين في أفضل ما يكون. طيب نروح مع حضرتك لجريدة الأخبار، الجيش بيقتل 88 من أنصار بيت المقدس في 10 أيام وضبط 41 قيادات الإرهابية بالمحافظات. يعني ما زالت الضربات الاستباقية للجماعات الإرهابية بيقوم بها الجيش وأيضا الشرطة، وقتلوا أو أعلن المتحدث العسكري العميد محمد سمير أعلن مقتل 88 من أنصار بيت المقدس في شمال سيناء. تحية شكر وتقدير وإعزاز لقواتنا المسلحة العظيمة الباسلة التي مارست وما زالت تمارس مهمتها الرئيسية في الحفاظ على مقدرات هذا الوطن، واللي من نتاجه أن 88 من الخوارج، أنا بعتبرهم خوارج الحقيقة،
بيتم تصفيتهم وبيتم القبض على أكثر من 40 إرهابي، فده إن دل على شيء يدل على أنه ما لهمش مكان في أرض مصر. صحيح. شوفوا أي حتة تانية، لكن عقيدة الضابط المصري وعقيدة القوات المسلحة المصرية مش هتسمح لكم أبدا أن أنتوا تبقوا موجودين على أرض مصر، لأن الشعب المصري شعب تاريخه ضارب في أعماق الإنسانية، والجيش المصري من يعني عايز أقول لحضرتك إحنا اللي علمنا العالم الجيوش إزاي يبقى عندك جيش نظامي، فما اعتقدش ان هم هيقدروا يعني يقفوا قدام الجيش المصري في المرحله الجايه. طب استاذ احمد، يعني عايز اسال حضرتك سؤال، يعني الجيش بيقتل 88 ومن فتره قتل عدد كبير ايضا وقبل كده قتل عدد اكبر، يعني الاعداد دي كلها كانت متمركزه بقى لها فتره كبيره في شمال سيناء، ولا جت من الحدود ولا جت من الخارج وتمركزت في شمال سيناء؟ يعني حضرتك شايف العدد او الاعداد الكبيره اللي بيقتلها الجيش ولسه مستمرون في تصفيه اعداد كبيره من الإرهابيين، حضرتك شايف العدد دي ازاي؟ الحقيقة يعني خلينا نجرد الأمور، كان هناك ثغرات أمنية موجودة في سيناء في الحقبة الأخيرة من فترة الرئيس الأسبق مبارك، والحقيقة لما تولى الإخوان المسلمين الحكم في السنة اللي فاتت دخل عدد كبير، يعني دخل عدد كبير وتم استقطاب أعداد كبيرة جدا من خلال الأنفاق اللي كانت موجودة. فالنهاردة القوات المسلحة بتطلع بمهامها، يعني أنا بأشفق على القيادة السياسية أن في ظل العدائيات الداخلية وفي ظل التآمر من بعض الدول يعني المجنة حقيقة أنه قادر أنه هو يقف ويتصدى لهؤلاء الإرهابيين، وإن شاء الله بحكم خلفيتي العسكرية أنا بطمنك أن القوات المسلحة ستطهر سيناء قريبا وسنعلنها منطقة خالية من الإرهاب وسنفتحها للاستثمار بإذن الله. دكتور أحمد عفيفي الكاتب الصحفي بمجلة أكتوبر، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. ألف شكر أستاذ محمد. يعني نظرة تحليلية على أهم المواضيع اللي صدرت في صحف اليوم. ألف شكر، ولكن قبل ما ننهي مع حضرتك لابد أن احنا نهنئ الشعب المصري العظيم مرة تانية بافتتاح قناة السويس الجديدة. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، دي كانت فقرة الصحافة اليوم، يعني فاصل قصير ثم نعود لموجز أنباء الساعة مع الزميل محمد عبد